عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن حاجة مهمة جدا ومفيدة للإخوة اللي عايزين يعملوا شركات في تركيا، إزاي يرخصوا الشركة بتاعتهم في تركيا. أول حاجة بتترجم جواز سفر. طبعا أنا بقول لكم الكلام ده عشان ما تروحوش تدفع فلوس كتير لحد عشان يعمل لكم الكلام ده، مساعدة مننا من القناة ليكم. أولا هتترجم جواز سفر، وبعدين يكون معاك إقامة سياحية، في رقم الضريبة بيسموه الفيرجي أو الفيرجي، والمحاسب بتعمل له وكالة، وعنوان. طبعا هتشوف مكان تأجر شقة ولا حاجة كهي مقر للشركة دي، وتجهزوا بترابيزة وكرسيين وكمبيوتر يعني أي نوع أو أي حاجة. طبعا هتديهم عنوان المكان اللي انت اجرته، او تجيب العقد او صورة من العقد بتاع الايجار. بعد كده هتاخد كل الورق دوت وتروح على الماليات اللي هي بيسموها مودورو، اللي هي البناية اللي جنب امنيات وطن، وتقدم انك عايز تعمل شركة جديدة كده. كويس، هيدوك ورقة بموجبها هتحط في البنك 25% من رأس مالك اللي انت مقرر للشركة تحت اسم الشركة الجديدة، غير قابلين طبعا للسحب إلا بعد خطاب غرفة التجارة. يعني غرفة التجارة تديك جواب. الأوراق دي هتطلع بيها المحاسب، يبعتها لغرفة التجارة في اسطنبول على المكان اللي حضرتك مأجره. يعني يجيلك على المكان اللي انت مأجره موظف علشان يعاين ويشوف ويعمل محضر ان فيه فعلا ترابيزة وكرسيين وكمبيوتر. دي الاجراءات البسيطة اللي انت هتتابعها. هتستنى شوية وتتابع مع غرفة التجارة. خلال كام يوم كده هيعملوا اعلان في الصحيفة الرسمية، ويدوك ورقة تروح بيها للبنك هتفك بيها الفلوس اللي انت ايه كنت اودعها، اللي هي 25% من رأس مال الشركة. هتمضي هناك على الشركة بالإمضاء الرسمية بتاعتك. طبعا كده يبقى انت مبروك عندك الشركة. بس خلي بالك بقى ايه من المصروفات اللي هتصرفها، سواء اشتغلت او ما اشتغلتش هتدفع ضريبة للدولة كل شهر، 50 أو 70 من العملة التركية. وطبعا ده ملوش علاقة بإن أنت اشتغلت أو ما اشتغلتش، دي ضريبة بتدفعها. بالنسبة للإيجار طبعا ده تكلفة تانية عليك، وطبعا المحاسب هياخد منك شهريا مبلغ حسب بقى نشاطك، وحسب المحاسب بقى نص لب يعني كده يعني. فنصيحتي ليك لو انت مش جاهز ان انت اول ما تعمل الشركة هتشتغل وتجيب فلوس، يبقى انت ايه تشتغل تحت ورق قانوني بتاع حد تاني، بتاع شركة تانية مقابل نسبة بسيطة، ولما تخلص شركتك وتبقى تمام التمام ممكن بقى ايه تنفصل عنها. ارجو ان يكون الحاجات دي الخطوات دي تكون مفيدة لحضرتك، ولا تنسانا في الدعاء. ونشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.